أحسن نصبر 5 دقائق لما يكتمل شوية العدد. انزين خلاص مش تفضل. أخت ميرا إن شاء الله الحين نبتدي ولا بعدنا؟ هاي نعم نبدأ صفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. أحب أرحب بكل الحضور، يا مرحبا بكم في هاي الحلقة الشبابية الافتراضية. أحب أرحب فيكم كلكم، ما شاء الله العدد يعني في زيادة مستمرة، حياكم الله. معاكم أختكم صفية بن جرش، باحث ميداني في قسم التاريخ الشفاهي لإدارة الدراسات والخدمات المعرفية، وإن شاء الله الخوات الحين بيتفضلون وبيعرفون عن أنفسهم. تفضلوا خواتي. السلام عليكم، معاكم الأخت سلمى العبدولي، موثق معلومات من هيئة الشارقة للوثائق الصحية، وإن شاء الله بكون أحد مقدمي هذه الورشة، وإن شاء الله كلكم تستفيدون معنا. السلام عليكم،
معاكم أسماء ناصر، مدير إدارة الوثائق والأرشيف. دوري في هذه الجلسة الحوارية كصانع قرار. نرحب باستفساراتكم وتوصياتكم، وبرد على جميع الاستفسارات إن شاء الله خلال هذه الجلسة. شكراً. حياكم الله خواتي. طبعا هاي ان شاء الله بتكون الحلقه الشبابيه، نطمح الصراحه ان ما تكون في اطار رسمي، نتمناها ان يعني نتناقل فيها الخبرات، واذا انتم مثلا حابين انكم تضيفون شيء او ان يعني عندكم استفسار او توصيات، ويعني احنا نتشرف ان احنا نثري يعني الجانب اللي عندنا من افكاركم الابداعيه، وان شاء الله تكون افكار يعني تلاقي الإقبال من قبل الهيئة أن إن شاء الله يعني يطورونها بشكل أفضل. طبعاً مثل ما قلت نبغى نطلع من إطار الرسمية، أن ما بس تسمعونا، إحنا نسمعكم وأنتوا تسمعونا، وما نبغي رواحنا روحنا نتكلم. أبا منكم مشاركات، تعليقات، توصيات، أفكار، اقتراحات، وإن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ أول بداية. أكلمكم عن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، أنشئت بموجب المرسوم الأميري لرقم 4 الذي أنشأه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تهدف الهيئة إلى توحيد وتطبيق نظم إدارة الوثائق والأرشيف، جمع أرصدة أرشيف إمارة الشارقة وتأهيل الكوادر البشرية، وأن تكون هنالك ريادة في تقديم الخدمات وفق المعايير الجودة والكفاءة، وننشر ونرسخ الوعي المعلوماتي الأرشيفي والتاريخي للمجتمع. وطبعا رؤيتنا محددة في أن تكون الشارقة مرجع لتقديم خدمات وثائقية وأرشيفية ومعرفية مستدامة. طبعا تزامنا مع الأسبوع العالمي للأرشيف والذي أتى تحت عنوان تمكين الأرشيفات، طبعا تسرنا اليوم أن نناقش معكم هذا الموضوع المهم، وهو الأرشيف لما له من دور في حفظ السجلات والوثائق وحماية حقوق المواطنين على مدى الحياة، ولكي تبقى بعد ذلك متاحة لكل الأفراد الذين يعني يبون يطلعون أو لهم يعني توجهات للإطلاع على الأرشيف والوثائق. طبعا الوثائق ما إحنا نقول عنها وثائق، تضم يعني سجلات، تضم صور، تضم مقتنيات، تكون متاحة للمجتمع على يعني مدى الحياة وعلى السنين القادمة وللأجيال القادمة. إن شاء الله الحين بتتفضل الأخت سلمى العبدولي وبتتطرق إلى موضوع الأرشيف. تفضل أختي سلمى. شكرا لك أختي صفية. قبل ما أبتدي وأتكلم عن دور الأمانة ودور الأرشيف ودور التوثيق، أبغي الكل يشاركني، وأنا متأكدة أن في منكم مهتم في الأرشيف والتوثيق وعنده خبرة، فخلونا نتناقش ونتحاور ونستفيد من خبرات بعض. بنبتدي بدور أمانة الوثائق. أمانة الوثائق، يوم أقولكم أمانة الوثائق شو هي في مخيلتكم؟ أو شو تعرفون عن أمانة الوثائق؟ أبغيكم كلكم تشاركوني. محد بيشاركني؟ اتفضل، في حد اسمه المهم اللي رفع ايده يتفضل. وياكم محبوبة عبد الرحمن. هلا فيك محبوبة. طبعا نشكركم على تنظيم هذه الجلسة، وفعلا نحن نحتاج ان نتعرف على المؤسسات اللي عندنا في الدولة وشو الادوار القيمة اللي تأدونها. وطبعا توثيق الارشيف شيء جدا هام، فاللي بي في بالي مباشرة اول ما اقرا كلمة دور امانة الوثائق او امانة الوثائق، أن أنت كيف كشخص سواء كنت باحث أو كنت شخص عادي أنك تحتفظ بالوثائق الموجودة عندك وتشكل لها مثلا كعنوان أو رقم، بحيث أنك في المستقبل لما ترجع لهذا المصدر تكون عارف شو هالمصدر وترجع له مرة ثانية. فهذا اللي في بالي صراحة. شكرا لك أختي محبوبة، وأتمنى من الجميع يشاركني. أخت محبوبة كلامها جدا رائع عن الأرشيف، وأتمنى من الجميع يشاركني.
أمانة، في حد اسمه شخص اسمه أسمه، أمانة الوثائق هي ضمان وحفظ بشكل آمن. يعطيك العافية أخت أسمه. أمانة الوثائق مثل من اسمها نأمن في الوثائق، هي عبارة عن قاعة حفظ نستقطب الوثائق من جميع الجهات الحكومية في الشارقة، ويكون عن طريق طلب من الجهات الحكومية، ونحفظها وفق معايير عالمية لحفظ الوثائق. للحفاظ على التاريخ وحضارة الإمارة. أهلا فيك، منو عندنا؟ الأخت أسمة؟ أسمة. أهلا فيك أخت أسمة، وأسمة ما شاء الله عليها من أحد المهتمين في الأرشيف، ودائما تحضر لدوراتنا وأنشطتنا في الهيئة، ويعطيك العافية أخت أسمة. بس عيدي الكلام اللي قلتي أسمة. دور أمانة الوثائق للحفاظ على التاريخ وحضارة الإمارة. شكرا لك أخت أسمة، يعطيك العافية يا أسمة. مثل ما قلت لكم أن أمانة الوثائق هي قاعة حفظ تستقطب فيها الوثائق من الجهات الحكومية، ويكون عن طريق طلب من الجهات الحكومية، ونحفظها وفق معايير عالمية لحفظ الوثائق، ونسعى للحفاظ على تاريخ وحضارة الأمانة. أحيانا في وثائق من الجهات تحتاج لمعالجة لأنها تكون تالفة، بس يكون لها قيمة تاريخية أو قانونية، مثل عندنا الخرائط من دائرة التخطيط والمساحة مثلا، أحيانا تكون تينا تالفة، فدور الأمانة هني يقوم بمعالجتها وترميمها. هذا بشكل مختصر عن أمانة الوثائق. خلونا نتعرف الحين على مفهوم الأرشيف، وبعد أبغي مشاركاتكم. شو يعني أرشيف؟ ما حد يقول لي إنه ما يعرف مفهوم الأرشيف، لأنه موجود في كل بيت وفي كل مؤسسة وعند كل فرد. أبغي مداخلاتكم ومشاركاتكم. الأخت سعاد الكعبي تقول حفظ وتصنيف، صح يا سعاد ومو غلط، يعطيك العافية. منو بعد بيشاركنا؟ الأرشفة هي حفظ المستندات المهمة في حياتنا. صح كلامك يا أسمة. الأخت منيرة تقول حفظ الوثائق في بيئة صالحة لحفظ الوثائق بناء على فترات زمنية أو مواضيع، يعطيك العافية يا أخت منيرة. والأرشفة هي حفظ ذاكرة وطن. شكرا لك يا أخت أسماء وعلى مداخلاتك الجميلة، وأتمنى الكل يكون شارك. أسماء ما شاء الله عليها صغيرة لكن عقلها كبير، وأحد المهتمين والمستفيدين منه في التوثيق والأرشفة. الأخ عبيد يقول حفظ الذاكرة، هي نعم، وسعادة تقول بناء على فترات زمنية ومواضيع. شكرا لكم جميعا. الأرشيف هو نظام حفظ دائم للوثائق الوسيطة اللي يتم انتقائها وترحيلها إلى الهيئة. أكيد بتسألوني شو هي الوثائق الوسيطة؟ الوثائق الوسيطة هي الوثائق التي لم تعد جارية للاستعمال، وتكون استعمالها عرضي، يعني مثلا نحن عندنا وثائق خلاص مرت عليها كم من سنة وخلاص نحن ما نستعملها، لكن أحيانا في بعض الأحيان نرجع لها في وقت الحاجة، وهذه تكون يعني مو دائما. انزين، بحد بيشاركني؟ أشوف الأخت السويدي، الاحتفاظ بالمستندات اللي تم إنجازها للرجوع إليها في وقت الحاجة، يعطيك العافية يا أختي. هذا بالنسبة للأرشيف. خلونا نتعرف على مفهوم التوثيق. ما عليكم الكلام لا تقرونه. شو يعني التوثيق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. وياكم عبد الرحمن محمد، رئيس قسم إدارة الوثائق والمعلومات ببلدية دبي. أهلا فيك أخوي ونورتنا. الله يحفظكم إن شاء الله. معنى التوثيق أو الأرشيف هو التوثيق كل ما لكل دوائر محلية أو المؤسسات، لازم يكون أساسا منشئ
الأرشيف يعني أو توثيق. في توثيق له عدة مراحل، مثلا أول شيء للوحدة التنظيمية ينحفظ الوثيقة في الوحدة التنظيمية، ثم ينتقل إلى الأرشيف لحفظ لمدة معينة. لكل وثيقة أو لكل ملف له مدة زمنية لحفظ الوثائق، مثلا المالية يختلف عن قانونية، المشاريع يختلف، مدة زمنية لكل وثيقة يختلف من دائرة إلى دائرة أو حسب المهام. أما الأرشيف هو يكون لحفظ الوثائق متقاعدة نحن نسميه، لأن مدة حفظ في الأرشيف هاي يكون يعني. يعطيك العافية أخوي عبد الرحمن، أنا قلت لكم أن أكيد في منكم له خبرة وعنده خبرة في الأرشيف والتوثيق. يعطيك العافية أخوي عبد الرحمن. وفي بعد الأخت تقول فاطمة تسجيل المعلومات حسب طرق علمية متفق عليها. شكرا لك يا أخت فاطمة. منو بيشاركني بعد؟ نعم أنا سأشارك. أهلا فيك. سعاد الهامور، أنا طالبة دكتوراه جامعة الشارقة قسم التاريخ والحضارة الإسلامية. نعم هلا فيك أخت سعاد. سعاد ما شاء الله بعد من الباحثين المهتمين عندنا دائما. صحيح، وأشكركم الشكر الجزيل حقيقة، يعني كلمة حق يعني أقولها دائما أمامكم ومن ورائكم، عمركم ما قصرتوا معانا بأي معلومة وأي مساعدة للأمانة. شكرا. يعني شكرا لك يا أخت سعاد، وهاي شهادة. جزاكم الله خير وفي ميزان حسناتكم، يعني لا قبل جائحة كورونا ولا حتى أثناء جائحة كورونا، عمره ما تعطل شغلي أبدا معاكم نهائي، كان يعني دائما بسرعة البرق تلبون احتياجاتنا ما تقصرون. أمين يا سعاد، وهذه شهادة نحن نعتز فيها، مشكورة على الكلام الطيب. ومثل ما خبرتش هالكلام يعني أنا أقوله من وراكم، والآن يعني صارت فرصة أني أتكلم أمامكم. بالنسبة لنا التوثيق، إحنا درسنا في الجامعة عندنا مرتين، درسنا مادتين في تتعلق بالبحث وكتابة البحث، ومن شروط الشروط العلمية الصحيحة لكتابة البحث ولكي يعتمد ويعترف به أن يكون موثق. مثل ما يعني كانت مشاركات الزملاء سواء كان بالمحادثة أو يعني مشاركة شفوية، إنه في عندنا طرق علمية متفقة عليها، يعني هي تختلف من مؤسسة أو من جامعة أو من مؤسسة أكاديمية إلى أخرى، ولكن القاسم المشترك هو أن تكون يعني طرق معتمدة ومعترف بها. النقطة الثانية اللي أتكلم فيها أنه من شروط التوثيق عندنا أني أعرف كل معلومة من وين مصدرها. يعني للأسف الشديد من بين الأخطاء اللي وأنا وحدة يعني وقعت فيها في بدايات كتابتي لين البحوث، أحياناً أكتب بعض الفقرات ما أحط توثيقها، وهذه تعتبر نقطة سلبية في البحث، يعني كأني أنسب معلومة الآخر لنفسي أنا. يعني وصلت الفكرة؟ هي نعم هي نعم. وهذا يعني ممكن تدخل في مجال اللي هو مثل السرقة، حتى وإن كان الطالب بحسن نية، يعني هو ما يقصد أنه مثلا ينسب العمل لنفسه، ولكن ممكن تكون فلتت عنه أنه هالفقرة أو هالسطرين كتبهم ونسى يوثق. يعني نتكلم من باب حسن النية، لكن هذه حسن النوايا هذه ما تدخل في تقييم البحث. تقييم البحث عندي يعني قواعد علمية متبعة، إذا أنا طبقتها بحثي بكون بحث سليم، إذا أنا أخليت بشيء من شروطها هذا يؤدي إلى خلل في البحث بصفة عامة. فهذه هي مشاركتي، إن أهمية التوثيق هذا يعتبر يعني ركن أساسي في كتابة البحوث. وشكرا. شكرا لك أختي سعاد. الأخت سعاد كانت لها نظر بأن التوثيق يحفظ حقوق الأفراد، صح كلامها، يوم الأشخاص يوم بيقومون بعمل شيء ويحفظه ويوثقه هذه تحفظ حقوقه. في الأخ عبيد يقول التوثيق هو حفظ المعلومات بالتصنيف والتنسيق لإعادة نشرها بطريقة مناسبة. شكرا لكم جميعا على المشاركة. بالمختصر التوثيق هي كلمتين، هي عملية حفظ وتخزين، حفظ وتخزين المعلومات، يتم طبعا تصنيفها ومن بعدها يتم حفظها وتصنيفها على مختلف المواضيع. نحن بدورنا في هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف نقوم بتصنيف وحفظ مختلف المواضيع والأحداث والفعاليات التاريخية في الإمارة
في إمارة الشارقة بشكل خاص والإمارات بشكل عام. وطبعاً الشارقة والإمارات بشكل عام اختزلت بطولات وإنجازات خلدها آبائنا المؤسسين، ونحن بدورنا دور هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ننقلها لكم لتكون نافذة عبر تاريخ الإمارة بشكل خاص والإمارات بشكل عام. الحين خلونا ننتقل عن هدف التوثيق. طبعاً الأخت سعاد جابت واحد من الأهداف التوثيق ألا وهو حفظ حقوق الأفراد. وبعد أبغي مشاركتكم، أبغي أسمع أصوات ما سمعتها. أستاذة أنا عندي إضافة أخرى إذا ممكن. أهلا فيك، تفضلي. أيضا من بين أهداف التوثيق أيضا، يعني لو لاحظت دائما في التوثيق في نهاية التوثيق لازم نكتب صاد كم، إني أنا نقلت المعلومة من الكتاب الفلاني صاد كذا. فممكن أنا أحيانا ممكن فاتحة بحث شخص آخر أو كتاب شخص آخر، فأنا حابة أستزيد من هذه المعلومة. فهذا الأمر يسهل علي الرجوع إلى الكتاب الفلاني وعلى طول صفحة كذا، يعني يختصر علي مثل ما تقولي زمان ومكان للحصول على المعلومة الأصلية والتزود منها أكثر. فهذا من بين الأهداف التي يؤديها التوثيق أيضا. شكرا لك أخت سعاد. وبعد عندنا مشاركة من الأخت منيرة تقول التوثيق لمعرفة وقت المعلومات والمرجع الخاص بها. شكرا لك أخت منيرة، وكلامك صح مو بغلط. وفي مداخلات أخرى وبعد تفضل. سهولة إيجاد الوثائق المحفوظة. هي نعم صح كلامك أخت أسمة، مشكورين جميعا على المداخلة. أنا بعطيكم بس نبذات بسيطة، أنا ما أحب التعميق في الأشياء، أحب أبسطها. هدف التوثيق هو المحافظة على الوثائق من التلف، طبعا هذا إذا وثقناه توثيق صحيح والسليم، وأيضا سرعة إيصال المعلومات إلى المستفيدين وتسهيل تقديم الخدمات مثل ما قالت الأخت منيرة والأخت سعاد والأخت أسمة. نحن في هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف قسم التوثيق تحديدا توصلنا دائما طلبات من المستفيدين والباحثين، طلبات مثلا في مختلف المواضيع، لكن الحمد لله نحن موظفين عندنا موثقين ومصنفين المواضيع على حسب كل معلومة على حسب موضوعها، ومن يكلمنا الشخص أو الباحث على طول الحمد لله يتم الرد عليه ونسهل، وهذا الشيء سهل لنا تقديم الخدمة. وآخر شيء عندنا الذاكرة البشرية اللي هي اللبنة الأولى لاتخاذ القرار، بمعنى أن نحن في التوثيق وفي المعلومات التاريخية تكون في معلومات قديمة ناقصة أو غير صحيحة أو شاكين بصحتها في بعض المواضيع، فنضطر نحن نسأل كبار السن اللي عاصروا الإمارة علشان نتأكد من صحتها ومضمونها. طبعاً الأخت صفية إن شاء الله بتتعمق في هالموضوع يوم تشرح عن موضوع حفظ الذاكرة الشفاهية. هذا بالنسبة للهدف من التوثيق. خلونا نتعرف على أنواع التوثيق وشو الفائدة منه. من بيتداخل؟ من بيتكلم معانا؟ التوثيق الورقي والإلكتروني. شكراً لك أخت، طبعاً ما شاء الله عليها أخت أسماء، هذه مو بأول ورشة فخلاص عارفة. شكراً لك أخت أسماء. عندنا التوثيق الورقي والتوثيق الإلكتروني. التوثيق الورقي نحفظ المعلومات ورقياً وبعيداً عن استخدام التقنيات مثل الكتاب والجريدة وغيرها، والتوثيق الإلكتروني هو نستخدم فيه التقنيات الحديثة التي تستخدم في نقل وحفظ صورة طبق الأصل لمحتوى أي وثيقة باستخدام التقنية الرقمية. هذا بالنسبة لأنواع التوثيق، لكن شو الفائدة؟ أكيد التوثيق الورقي له فائدة وأكيد التوثيق الإلكتروني له فائدة. على سبيل المثال التوثيق الورقي، نحن آبانا وأمهاتنا صورونا يوم كنا صغار، وهذه الصور لو تلاحظون إن ما كانوا يحطونها، ما كانوا يصورونها إلكتروني ويخزنونها إلكتروني، كله ورقي. أكيد كل بيت عندكم عنده ألبوم قديم في صوركم وذكرياتكم،
لو تلاحظون عندنا أن أهالينا كله يحولون الصور وذكرياتنا ورقي ويتفادون التليفونات. ليش؟ لأن على مرور الزمن تخترب الأجهزة وتتعطل عندنا الأجهزة، فهذه فهني نشوف فائدة التوثيق الورقي. أما بالنسبة للتوثيق الإلكتروني، نحن في 2020 صابتنا جائحة، وإلا وهي جائحة كورونا اللي خلتنا نبتعد ابتعادا تاما عن التوثيق الورقي. ليش؟ لأن الكورونا كانت تعيش في الورق بضعة ساعات أو بضعة دقائق، فالشخص يوم بيمسك الورقة هذه شو بيسوي به؟ بيصيب كورونا، فهذا بيسبب انتشار للمرض. علشان شيء ابتعدنا ابتعاد كلي واتجهت الحكومة إلى التوثيق الإلكتروني. هني نحن شفنا فائدة التوثيق الإلكتروني. حد يبى يشاركنا أو عنده مداخلة بفوائد التوثيق وأنواعه؟ يتفضل. الأخت عايشة تفضلي. السلام عليكم، مرحبا. أهلا أخت عايشة. فاطمة. لا أنا عايشة الملا. هلا فيك. أنا أشتغل في الدوام وشغلتي توثيق وثق الشيكات. زين. ايوه، فاحنا عندنا شيكات طبعا مال سنوات. طبعا احنا اذا المدير ولا الرئيس ولا اي حد يبغى شيكات مال قبل مال سنوات، مثلا 2010 2005، انا شو شغلتي؟ عقب ما يستلم الكاستمر او اي شخص يستلم الشيك، انا اسوي لي اسكان، وعندي برنامج اسمه جوبيتر احتفظ فيه. مع مرور الايام ومستعجلين يبغون الشيك بدل ما انزل الستور واطلع الفايل والشيك، اضيع وقتي دارك اطلعه من الالكترونيات اللي هو برنامج جوبيتر اللي احتفظ فيه المعلومات كامله. فنحن نستخدم نوعين، الوثائقي والالكتروني. شكرا لك اخت عايشه. اخت عايشه خبرتنا تجربتها عن التوثيق الورقي والتوثيق الالكتروني. منو حاب بعد يتفضل ويعطينا تجاربه عن التوثيق الورقي والتوثيق الالكتروني؟ ابغي مشاركات. إنزين، خلونا نكمل على الأفكار المبتكرة والحلول الفعالة في مجال الأرشيف وحفظ الوثائق. نحن طبعاً هيئة الشارقة دائماً تحرص على حفظ الوثائق بشتى الطرق وبشتى أنواعها. نقوم بتخصيص قاعات وخزائن لحفظ الوثائق وفق المواصفات القياسية الدولية في مجال حفظ الوثائق، وطبعاً ناخذ بعين الاعتبار أدق التفاصيل من حيث المساحة وعلو القاعة وطاقة التخزين وعرض الممرات في المخازن في القاعة وإلى آخره، وأيضاً نراعي الأرضيات بأنها تكون غير قابلة للاحتراق وغير حاملة للغبار. وأيضاً عندنا يتم إعداد خطة لعمليات الصيانة ورقابة الظروف البيئية، يعني يؤخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة والضوء، بحيث تكون درجات الحرارة للورق درجات معينة، وبالنسبة للرطوبة لازم تكون الرطوبة مستقرة في القاعة. أما بالنسبة للضوء فنحاول قد ما نقدر نبعد الوثائق عن النوافذ علشان ما يتسبب الضوء بإتلافها، وتكون الإنارة من الضوء البارد. وبعد نراعي أن نطفي جميع الأضواء في حال عدم استخدامنا للقاعة. أما بالنسبة لصناديق الحفظ اللي نحفظ فيها الوثائق، تكون من الورق المقوى وتكون خالية من المواد الحمضية أو قابلة للصدى، بحيث تحفظ الوثيقة من التلف. وبعد هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف دائما تحط خطط بديلة. عندنا خطة وضعنا خطة للطوارئ ومواجهة الكوارث مثل الحرائق والتعفن والفطريات والحشرات والقوارض وغيرها. هذا بالمختصر عن الحلول في حفظ الوثائق. إن شاء الله أخت صفية بتكمل معاكم في مبادرة حفظ الذاكرة الشفاهية، ومشكورين على المداخلات. مشكورة أختي سلمى، ما قصرتي، كفيتي ووفيتي. إن شاء الله
إن شاء الله الحين بكلمكم عن، أو يمكن الموضوع تطرقت للأخت سلمى، اللي هو إن هي لو كانت في بعض المعلومات مثلاً مو موجودة في الكتب، أو أن بغينا نتأكد من صحتها، أو إنها تكون يعني في بعض المعلومات تكون يعني شوية يعني فيها كذا رأي، أو فيها كذا يعني تاريخ مثلاً ما متفقين عليه أو شيء معين، فترجع للناس المعاصرين لتاريخ إمارة الشارجة. يوم أنا أقول ناس معاصرين لتاريخ إمارة الشارجة، يعني أنا قصدي اللي هم الكبار في السن، من جداتنا، عمومتنا، خوالنا، يعني أو أجدادنا اللي هم مروا على هاي الأحداث أو عاصروا الأحداث التاريخية لإمارة الشارجة، سواء كان في ناحية تعليم، صحة، بعد عندكم مثلاً تأسيس دوائر معينة، أو مثلاً مروا مثلاً على حادثة معينة، أو يعني عندكم بعد مثلاً الأحياء الشعبية وكيف كان تقسيم الأحياء، الفرجان كيف كانت، البيئة في إمارة الشارجة كيف كانت. طبعاً هاي الديتيلز هذه أو المعلومات الدقيقة هذه ممكن إحنا نحصلها من اللي هم المقيمين أو المعاصرين، أو اللي هم السكان أو أبناء إمارة الشارجة اللي كانوا موجودين في الدولة. طبعاً إحنا في هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف نعمل بمنظومة متكاملة من قسم الأرشيف ومن إدارة الأرشيف وإدارة الدراسات والخدمات المعرفية اللي هو قسم التاريخ الشفاهي. إحنا طبعاً كلنا في الهيئة نكمل بعض، متى ما هم محتاجوا منا معلومات إحنا نزودهم، ومتى ما إحنا احتجنا منهم وثائق أو صور أو شيء معين استفادينا منهم. طبعاً إحنا في هاي المبادرة نسجل تاريخ إمارة الشارجة، ونعطي مثلاً صورة واضحة للأحداث اللي مرت في المجتمع، ونسعى لتوثيق هاي المرويات الشفاهية المتناقلة بين أبناء إمارة الشارجة، وبعد ما نحن ندونها نسعى للتحقق من صحة هاي المعلومات. إن شو نسوي؟ نقارن إن بين رواية ورواية أخرى، متى ما تأكدت الروايات إن مثل الرواية تأكدت على صحة الخبر أو الحدث هذا. طبعاً إحنا نسعى إن نحفظ تاريخ الإمارة العريق عشان يبقى خالداً للأجيال القادمة. طبعاً في وايد معلومات يمكن ما انذكرت في الكتب، أو يعني أو إنه يعني ما كان فيها يعني ما حد أثراها، فممكن هاي المعلومات اللي يثريها اللي هم الأفراد اللي عاصروا هاي الحقبة الزمنية. طبعاً هذا الشيء يعزز الهوية الوطنية، ما بحق الحين إحنا نتكلم عن 10 سنين قدام، 20 سنة قدام، حق أبناء الأجيال القادمة إنهم يعتزون بتاريخ إمارة الشارجة، إن إمارة الشارجة أو الإمارات بشكل عام كيف كانت وشو صارت. الحين بتكلم لكم عن أهداف مبادرة حفظ الذاكرة الشفاهية. إحنا في قسم التاريخ الشفاهي طبعاً مبادرتنا قائمة على حفظ الذاكرة الشفاهية، ولها أهداف. من أهدافها أن نحن نحفظ الذاكرة الشفاهية بأصوات الرواه من أبناء الشارجة. طبعاً إحنا يكون في عنا تسجيل صوتي وإلكتروني، وتسجيل صوتي ومرئي، بعدين تستوي عنا اللي هي عملية تفريغ هاي المرويات. نربط الأحداث التاريخية ببعضها البعض في تسلسل زمني، ونبني قاعدة بيانات من شهادات المرويات. يعني هاي قاعدة البيانات تكون هي المرجع للباحث، لطالب العلم، يعني حتى اللي يكونوا مثل الأفراد العاديين المهتمين بأنهم مثلا يعرفون تاريخ شيء معين عندهم في العائلة. ممكن بعد مثلا إحنا نكون قابلنا جدتهم أو جدهم أو عمهم أو خالهم، فطبعا هاي تكون متاحة للأفراد. وطبعا إحنا نسعى أن ننشر قيمة الاعتزاز بتاريخ الإمارة، ونزيد رصيدها التاريخي والحضاري بين أفراد الأجيال الجديدة والقادمة من الأبناء. في حد حاب مثلا يستفسر عن شيء، حاب يسأل شيء في قسم التاريخ الشفاهي، فليتفضل.
اللي حاب يدخل بمداخلة أو يستفسر عن معلومة. طبعا في بعض الأحيان يعني الأفراد اللي مثلا يبون مثلا يدورون في تاريخ التعليم، و يعني لو مثلا يجون مثلا يقولون إحنا نبغي نعرف مثلا تاريخ التعليم في هالحقبة الزمنية، ممكن إحنا نطلع له من مدرسين، من طلاب اللي كانوا ملتحقين مثلا في المدارس، شو المدرسة اللي كانت موجودة في هالفترة. في عندنا مداخلة. المؤرخ، المؤرخ هو اللي بيسجل أو بيؤرخ المعلومات أو يسجلها بالتواريخ ويذكر فيها الزمان والمكان، هذا هو المؤرخ اللي يعني يسجل المعلومات التاريخية بالشكل أو بالمعلومات الموثقة. صفية طبعا بالنسبة للأرشفة الصوتية والمرئية هي من ضمنها والفيديوهات القديمة، تكون في عنا فيديوهات قديمة، بس يعني الفيديوهات القديمة تكون في قسم التوثيق، احنا تكون في عنا فيديوهات مسجلينها ويا الأفراد أنفسهم، يعني بعدهم الناس اللي بعدهم موجودين، احنا هاي الفيديوهات اللي تكون عنا. نعم أخت عاشة تفضلي. بالنسبة صفية للاستفسار للأخ عبد الرحمن بخصوص دور الهيئة مع الأرشيف الوطني، دور الهيئة مع الأرشيف الوطني طبعا في تعاون كبير بيننا وبين الأرشيف الوطني في عدة مجالات، المجال اللي احنا فيه اللي هو الوثائق، مجال الوثائق والأرشيف مجال مشترك بيننا وبين الأرشيف الوطني، والتعاون اللي بيننا منذ نشأة الهيئة إلينا اليوم، وفي عدة مجالات في موضوع اللي هو التنظيم الحكومي، في موضوع التوثيق وتوثيق التاريخ سواء عن طريق التاريخ الشفاهي أو تدوينه عن طريق الوثائق، فالتعاون كبير اللي بيننا وبين الأرشيف الوطني. من بعد حاب يدخل بمداخلة أو شيء؟ أو حاب يستفسر عن شيء معين؟ سواء كان في الأرشيف أو في التاريخ الشفاهي؟ هي نعم، واللي عنده توصيات ترى الأخت أسماء ناصر مدير إدارة الوثائق والأرشيف موجودة، وهي تستمع للتوصيات والمقترحات إذا عندكم. طبعا احنا نستقبل جميعا. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. لو سمحتي هل عندكم مثلا خطط حفظ واتلاف للوثائق الإلكترونية؟ يعني مثلا فترة زمنية للحفظ الوثائق الإلكترونية، هالأشياء دوركم انتو؟ بجاوب على استفسارك أخوي عبد الرحمن. إحنا يعني كل جهة حكومية لها خطة حفظ معينة خاصة بوثائقها،
تختلف من جهة لجهة أخرى. فبناء على نوع الوثيقة، بناء على محتوى الوثيقة هذه يتحدد عمرها، سواء كانت تحفظ حفظ دائم معناته لها قيمة تاريخية للدولة، أو أنها تتلف معناته أن ما لها أي قيمة إدارية أو بحثية. فهذه العملية احنا نقوم فيها مع كل جهة حكومية. هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف هي مسؤولة عن تنظيم الوثائق في إمارة الشارقة، للجهات اللي موجودة في إمارة الشارقة. طبعا عملية الإتلاف احنا في تعاون كبير بيننا وبين الأرشيف الوطني في هذه العملية، تعاون مع لجنة الإتلاف اللي موجودة في الأرشيف الوطني. ومثل ما تعرفت الإتلاف سواء كانت على الوثائق الورقية أو على الإلكترونية، وتنطبق عليهم نفس المعايير. بس عفوا، هل عندكم سياسة معينة مثلا، يعني سياسة للحفظ والوثائق وهالأشياء؟ نعم، في عندنا احنا اول شيء نستند عليه اللائحة التنفيذية. ايوه. للهيئة، فاللائحة التنفيذية فيها المذكورة، مذكور فيها الامور الخاصة بحفظ الوثائق ومعايير حفظ الوثائق، وشو الإجراءات اللي على كل جهة حكومية التزام فيها، وحتى كموظف يلتزم فيها. أما بخصوص سياسة إدارة الوثائق، فهذا السياسة إن شاء الله في نهاية هذا الربع، إلى نهاية هذا الشهر، يعني شهر 6 بتكون هذه السياسة جاهزة، وسيتم نشرها على وتعميمها على الجهات الحكومية. ممكن نحن من بلدية دبي نستفيد من هذه؟ أكيد أكيد إن شاء الله. مشكورين. ما تكسر. اللي حاب بعد حتى اللقاء أو الجلسة الحوارية أنه يتواصل ويانا، يبي يزورنا يتواصل معانا، إحنا موجودين وحاضرين لأي استفسار لأي مقترح، سواء خلال هذه الجلسة الحوارية أو حتى ما بعد الجلسة الحوارية. مشكورة أختي أسماء، ما قصرتي، ومشكورين حضورنا الكريم والجميل اللي ما قصرتوا على حضوركم، خذنا من وقتكم يعني تقريبا قرابة الساعة لا ربع تقريبا. إذا حابين مثل ما قالت الأخت أسماء أنكم تتواصلون معنا، ممكن تكتبون مثلا شو الشيء اللي انتم محتاجينه او شو الشيء اللي انتم تبونه. وانتم بخير بمناسبه احتفالكم بيوم الارشيف. وانت بخير وصحه وسلامه حبيبتي. ويعطيكم العافية. شي ممكن نحن ننهي الحلقة الشبابية، ويزاكم الله خير وما قصرتوا.